كابتن طارق، ازيك؟ ازيك كابتن علي؟ اهلا وسهلا، ازيك كابتن علي؟ يعني في البدايه بس يعني انت وحشنا جدا والله. يعني الله يخليك يا كابتن. اه والله يعني، ومقل دائما وابدا، معرفش لما بتنزل مصر بتزوخ كده وما بتجيش اي ناحيه اي تلفزيونات او اي حاجه. يعني احنا نحب دايما نتعرف على حضرتك عن قرب، والناس برضو يعني فعلا يعني عاشت معاك ايام جميله جدا، خاصه جمهور نادي الزمالك. يعني فما تبقاش مقل قوي كده يعني. هو تعرف يعني والله مش مقل ولا حاجه، هو على حسب ظروف شغلي. تعرف ان عندنا معسكرات في فتره الصيف، فبنسافر فيها، بنكون في يا اما ايطاليا يا اما هولندا يا اما فرنسا. فدي السبب ان انا اجازتي صغيره جدا، يعني ممكن بنزل مصر اسبوع او 10 ايام وبعد كده برجع تاني عشان المعسكرات. ده السبب الاساسي يعني. طبعا كابتن علي انت منورنا دائما وابدا. كابتن علي قول لي، حضرتك تابعت مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في قطر؟ اكيد. تابعت المباراه. رايك الشخصي في هذه المباراه ومستوى النادي الاهلي؟ الاهلي طبعا قدم مباراه كبيره جدا وشرف هنا الكره المصريه وعمل جيم حلو جدا، ولكن بس في الشوط الاول الاهلي كان متراجع في الدفاع ولعب بطريقه دفاعيه ولعب على الكره المرتده. لكن الشوط الثاني لما عمل جزئيه تغيير لبوتريكا واللاعب البرازيلي اصبح في توازن في الهجوم، وعملوا هجمات منظمه واحرزوا جون. وكنت اتمنى ان المباراه تطلع تعادل، ولكن المباراه طبعا في اخر دقيقه بايرن ميونخ احرز هدف وانتهت المباراه 2-1. لكن الاهلي عمل جيم كبير جدا وشرف الكره المصريه، والناس هنا كل المصريين مبسوطين طبعا بالاهلي، وعملوا له استقبال كبير جدا اول ما حضر طبعا في المطار. والجمهور حضر عدد كبير جدا في المدرجات طبعا. كابتن علي